ده السر، البطولات دي بتيجي من كده. وكمان يا كهربا عدم قطع كلامك، وليد سليمان ومؤمن واللقطه يعني ده انا يعني هنتكلم فيها بالظبط بالتفصيل. يعني لقطه حلوه قوي افتكرته طبعا. زمايلكم بتتكلموا ان احنا بنقعد مع بعض، وليد ربنا يا رب يشفيه، وكمان مؤمن اهديت له ما شاء الله بطوله افريقيا وبطوله الدوري وبطوله الكاس، يعني ما شاء الله عليكم حتى في الجزئيه ديت رابطين مع بعض كويس قوي يعني. يمكن كابتن انت عارف حاجه طبعا، كنت يعني حضرتك طبعا تاريخ كبير ولاعب كبير، يعني لما بتبقى بتاخد بطوله بتبقى يعني بتنسى المفروض بتنسى اي يعني حاجه، بتنسى بالظبط بتنسى اي حد بجد يعني. وكمان البطوله بتيجي بعد معاناه تبقى في حته تانية خالص بقى، مش شايف اي حاجه خالص يعني. مزبوط. فبطوله افريقيا لما خدناها وكاس مصر كنا على طول على تليفون صحيح يعني، كابتن وليد ومؤمن زكريا طبعا يعني اخواتنا، ويعني انت اللي كلمت وليد ولا وليد اللي كلمك؟ لا ده وليد كان الدكتور، الدكتور كان بيتكلم مع وليد على طول. الدكتور دكتور وفاء يكلم وليد على طول على التليفون، ادهولك على طول. راح انا خدت منه، انت اللي خدت تسمع، قال لي شل، قال لي شل الميداليه. قلت له حاضر شل الميداليه. لا طبعا كابتن وليد يعني لعيب كبير ومفتقدينه والله العظيم الفتره اللي فاتت دي، يعني يمكن من اللعيبه يعني العامل الرئيسيه. كان بيقول لك ايه لما انت كنت سامعه قوي كل شويه؟ ايه ما هو كان بيقول لي شيل الميداليه وعامل مسامح. بس كده قلت له مفتقدينك والله، وان شاء الله تكون طبعا، واحنا كمان مفتقدين السوبر الافريقي ومصر يكون معانا ان شاء الله وتجيبه. ومؤمن ذاكره طبعا بقى بيضحك، بس قلت له هتستنى ناخد سكرين شوت عشان خاطر ابقى انزلها بعدين. حبيبي ربنا يشفيه يا رب. يا رب عايز اتكلم عن مؤمن ده بالتفصيل بقى ليه كده، ايه يعني حاجه كده كبيره كده لوحدها على جنب. وليد ده من اللعيبه المؤثره، بيلعب في الملعب مش بس لعيب كقائد، كمان بيفرق في ايه بقى مع واحد زي كهربا او باقي زمايلك تاثير غيابه محمود؟ لا يمكن كتاليت طبعا يعني من اللعيبه يعني لعيبه تقيله، اذا كان لعب اساسي او نزل مؤثر في حاجه هتحصل، هيجيب جون، هيعمل جون يعني بصراحه يعني. يمكن خبرته ويمكن هو مفتقدينه في يعني في حاجات كتير قوي يعني. في ايه بقى؟ في ماتش يعني ماتش مثلا بتاع طلائع الجيش اللي فات ده، كان ممكن هو يخلصه وينزل يخلصها مثلا في الشوط الاضافيه، او مثلا كان ماتش الزمالك كان ينزل يخلصه برده يعني. لعيب مؤثر صراحه يعني، عشان كده مفتقدينه. وكمان غير كده هو بيتكلم معانا، لان برده هو خبره وتاريخ ولعب الماتشات دي كتير. لا لا هو شخصية محترمة وحبيب يعني، ونتمنى له يرجع بسرعة بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله.